السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى اموركم كامله تكون 5 5. اليوم جيت ليكم فيديو جديد، ولا هو صباغه الشعر غير في الدار بلا ما تحتاجي لا صالون لا والو. المهم هنا غادي نستعمل الماركه ديال غارني اللي زوينه بزاف، فيها زيوت طبيعيه. سمحوا لي على الكاليتي ديال التصوير، راكي صحاب لي كنصور، شي كيتشد وشي ما كيتشدش، معليش. المهم البنات هنايا الصبغة ديال غارني خدمت بالنمرة 3 اللي هو لون طبيعي. أتقولوا علاش درتي النمرة 3؟ كدرت واحد تيست في الشعر ديالي على ود لاماش وخرج ليا أورانج في الشعر ديالي، غير واحد الميش صغيرة، ولكن خصني ضروري نصبغ باش نحيدو. المهم داكشي باش مشيت خديت غارني بس زوينه، فيها زيوت زوينين بزاف، زيوت طبيعيه، زيت الزيتون، وفيها لافوكا كترطب الشعر، ما عندكم مناش تخافوا منها. ما كضرش بحال الصبايغ الاخرين، هي زوينه الصراحه بزاف وكتخلي الشعر طبيعي. المهم اول حاجه كما كتشوفوا كان ضروري من ليغو، ضروري، وهذيك البانسو وهذيك راه كذلك من مشتريات ديال 5 دراهم البنات، كل شيء ديال بنات الشعب. المهم سمحوا لي على هذا الصوت، شويه عيانه وشويه مريضه. كما كتشوفوا هنا كندهن الجبهه ديالي يعني بكريم، والصراحه انا ما عنديش فازلين، اللي عندها فازلين دير فازلين احسن من كريم. ديروا فازلين في الجبهه ديالكم، في الوجه ديالكم، الاحسن كامل في العنق ديالكم باش ما تبقى لكم حتى شي طاش ديال البرودوي. المهم كنشدو كنخويو هذوك لي تيب بجوج اللي عندنا اللي كنلقاهم وسط الصباغه، كنديروهم بجوج كما كتشوفوا. المهم انا شعري راه طويل شويه، ما طويلش بزاف ولكن المهم طويل وقوي، ولكن غادي نحاول ما امكن بلا الصباغه تقدني، ما نخليش حتى شي ميش ما قيصهاش الصباغه. وغادي نوريكم طريقه سهله وزوينه بزاف كيفاش تصبغوا بلا ما تضيعوا الصباغه ديالكم وكل شيء. المهم هنا غادي ندوز غادي نخلط، كل مره كنقلب حاجه. المهم البنات قبل ما تصبغوا خصكم تلبسوا شي حاجه اللي عندكم قديمه، يعني حتى لا طاح لكم فيها شي طاش ولا شي حاجه ماشي مشكل، يعني حتى لا توسخت ماشي مشكل. وسمحوا لي عاوتاني هنا لي بانسو اللي كنقبط بهم الشعر ما بقاوش عندي، فيما كنجي نصايب لشي وحده شعرها كدي ليا مقيبط وكتخليني ببلاش. المهم هنا غادي نقبط الشعر ديالي غير بانسوات ديال بوكلي، معليش المهم ضروري شي حاجه باش تفرقوا الشعر ديالكم. وكذلك شنو بغيت نقول لكم البنات، كما كتشوفوا الطريقة ضروري منها تبعوا هاد الخطوات. سمحوا لي على الكاليتي ديال الفيديو، كان الليل تقريبا ديك الساعة 3:30 ديال الليل ونط كنصبغ الشعر ديالي. صافي البنات هنا غادي نكمل حتى غادي نسالي، المهم بقاو معايا ما تشوفين، ان شاء الله نسالي كل شيء ويكون خير ديك الساعة. يلا ما تشوفين.
وصلوا شحال مزيان من غير ما كندوزو واحد 45 دقيقة ولا 40 دقيقة، كنغسلوا الشعر ديالنا مزيان غير بالماء، وكنديروا هاد المثبت كنخلوه 5 ديال الدقائق وكنشلو غير بالماء فقط. وهنا هلول كيفاش خرج ليا، وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعة ديالكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك، وما تنسوش تدعموني بلي لايك، واللي اول مرة كيزور القناة ديالي ما تنسوش تخلو ليا واحد اموني. المهم سمحوا لي بزاف الى غبت عليكم، كان متاليكم كاملين.